غزوة اليوم فيها تفصيل جدا بتخليك فخور بنفسك لأنك حفيد من أحفاد هدول الصحابة. الغزوة الوحيدة التي تواجه فيها جبريل ضد إبليس، معركة شرسة جدا كان فيها أعداد المسلمين أقل بكثير من المشركين. ونزل النعاس في تلك الليلة مع المطر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجثث وأخذ يخاطبهم الذي خلى الصحابة تقشعر أجسادهم من المواقف اللي رأوها. السلام عليكم ورحمة الله. معركة اليوم سميت بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل، وحدث فيها أشياء أظهرت أهل الحق من أهل الباطل، وكان أول نصر للمسلمين اللي خلى لهم هيبة بين قبائل العرب. غزوة بدر قصة حقيقية حصلت بالواقع. ولما اشتد الأذى على المسلمين في مكة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بالمنام، لأنه هاجر من مكة لمنطقة فيها نخيل كثير، فعرف النبي أن هذه المنطقة هي يثرب، المدينة المنورة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط للهجرة، وانتظر النبي إلى يوم من الأيام إلى أن جاءه حجاج من المدينة لمكة للحج، جايين من المدينة. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام فأسلموا ورجعوا للمدينة المنورة، ومن ثم رجعوا لمكة ومعهم رجال كانوا من الأوس والخزرج. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المدينة ومعهم مصعب ابن عمير، وانتشر الإسلام بكل بيت من بيوت المدينة المنورة، وأصبح للإسلام سيطرة وسمعة على أجواء المدينة المنورة. فتدخل إبليس بنفسه لمواجهة النبي والإسلام، فتمثل إبليس لقريش ورحلهم على صورة أعرابي، وأعطاهم رأيه بقتل محمد قبل ما يهاجر. فهذه كانت فكرة إبليس، فخططت قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله للنبي بخططهم وأخبره، واتفق النبي مع علي بأن ينام مكانه، وحصل الحاصل، وهاجر النبي ومعه أبو بكر إلى المدينة واستقر النبي هناك. فأخذت قريش بنهب أموال الصحابة الذين هاجروا للمدينة، وأخذوها مع أبا سفيان للتجارة إلى الشام، ولم يأخذ أبو سفيان معه سوى 40 رجل استهتارا بالمسلمين وبأموالهم. وانطلقت القافلة للشام، ووصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجهز مجموعة من 200 رجل لاعتراض القافلة، وانطلقوا إلى منطقة اسمها ذي العشير، ولكن وصلوا متأخرين، وكانت القافلة متجاوزة المنطقة بأيام. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي السنة 2 من الهجرة أرسل النبي طلحة ابن عبيد الله وسعيد ابن زيد عشان يتأكدوا هل القافلة خرجت من الشام عائدة إلى مكة أم لا. فانطلقوا إلى منطقة تسمى الحوراء، وشافوا فعليا قافلة أبا سفيان، بس ما كانوا يعرفون أن أبا سفيان كان حاطط نقاط مراقبة عشان يعرف هل في ناس تتربص به وبالقافلة أم لا. هذه من حنكة أبي سفيان، فتأكدوا أن أبا سفيان راجع إلى مكة، فتحركوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن القافلة تحركت من الشام إلى مكة. فجهز النبي جيشه لاعتراض القافلة، فتجهز الجيش بدروع بسيطة، ولم يعلموا أنها ستتحول إلى معركة مع أكبر قوة في الجزيرة العربية، وكانوا 319 رجل. لم يكونوا مستعدين لحرب لأنهم خرجوا لإعتراض قافلة، وكان معهم فرسان 2 فقط، وكان معهم 70 من البعير، كل 3 يتناوبون على بعير واحد. فكان بعير النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي وأبا لبابة، وعلي وأبو لبابة تنازلا عن دورهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي: ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، وصل النبي لمنطقة اسمها بيوت السقية قريبة من المدينة شوي، وعسكروا هناك، وبعض المسلمين انسحبوا بسبب صغر سنهم، والبعض تعب، والنبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بذلك لأن الموضوع طبيعي جدا، لأن الموضوع فقط اعتراض قافلة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل برجلين ليروا إلى أين وصلت القافلة، ووصلوا الرجلين إلى بدر وهم يترقبون خبر القافلة.
فحضر أحد المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل فزيع صاحب فزعة، وقال: أنا بساعدكم ضد قريش، وهو معروف بجرأته. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تؤمن بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال له، فقال النبي: لا أستعين بمشرك. فألح الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يرفض، إلى أن آمن الرجل وشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضم لجيش المسلمين. نرجع للرجلين اللي أرسلهم النبي، وكانوا يراقبون القافلة عند بدر، فلمحوا القافلة من بعيد، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بقدوم القافلة. فوقف أبو سفيان من بعيد ونزل واقترب من بدر ليشيك على المنطقة في بدر، فلم يجد أحد. فسأل أهل بدر فقالوا: ما شفنا إلا تنين، وما نظن أنه وراهم شيء. فسألهم عن المكان الذي كانوا جالسين فيه الرجلين، فاقترب من المكان وما شاف إلا روث للخيول، فمسك الروث بيده فوجد فيه نوح، فأرسل بسرعة إلى مكة يستنجدهم، وقال: والله إن عيون محمد علينا، إن هذا الروث روث أهل يثرب. شوف ذكاء أبا سفيان، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه من الروث، فانطلق رسول أبو سفيان إلى مكة، وحول أبو سفيان طريق القافلة إلى منطقة ساحلية، ودخل الرجل لمكة وهو يصيح بأهل مكة أن محمد اعترض القافلة.